القاعدة الذهبية. مرحبا. العالم بعده عم بيعيش ترددات موجات جائحة الكوفيد-19، واللي تضمن التحديات كبيرة ما اختبرناها من قبل، غيرت مفاهيم وأمور عديدة بمحيطنا الواسع وبداخلنا كمان. اليوم تغيير ضرورة لحياة أفضل، ولأنه حياتنا عم ترجع ترسم صفحات جديدة، رح ننطلق لنحكي عن تغيير علاقاتنا مع حالنا مع المحيط القريب والأوسع عبر برنامج التدريب المكثف الموك، وعنوانه نحو حياة مثمرة، تحديات وأمال النساء ذوات الإعاقة بالعالم العربي، واللي رح يتوسع بموضوع تمكين النساء ذوات الإعاقة. برأيك كيف ممكن تحقيق التغيير اللي منطمح له؟ كيف ممكن أنت وأنا نأثر على مجتمعاتنا لتحصل كل امرأة على حقوقها، ولتحصل النساء ذوات الإعاقة على الفرص نفسها المتاحة لغيرها؟ وكيف ممكن نحقق التغيير الأصعب، تغيير العقليات أو الذهنيات، لنحصل على مجتمعات دامجة وعادلة أكثر، مجتمعات بيحلو العيش فيها، ما بتميز بين أعضائها مع اختلافاتهم وتنوعهم؟ خبرة الناشطين بالمجال المدني بتقول إنه هناك طريقتين لإحداث التغيير بالمجتمع. الطريقة الأولى من الخارج للداخل، واللي بتعمل على تغيير الإطار الأكبر، مثل إدراج وتطوير القوانين لتمكين الأفراد من تحسين شروط حياتهم الشخصية. مثلاً بمجال حقوق المرأة والإعاقة، يمكن ذكر على سبيل المثال اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، أو اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أما الطريقة الثانية فتهدف إلى التغيير من الداخل للخارج، مثل العمل على تغيير الذهنيات من خلال تمكين قدرات الأشخاص ليتمكنوا من بناء الحياة التي يرغبون فيها. الموك اللي رح تتابعوه بيتبنى الطريقة الثانية مع تقديره وتأييده للطريقة الأولى. نعم، الانطلاق سيكون من تنمية نفسك كفرد أولاً، لإخراج أفضل ما عندك، وللوصول نحو تأسيس وبناء روابط مهمة وفعالة مع الأشخاص والمجتمع. هدفنا إنه نرافقك بمسيرة التغيير الداخلية من خلال علاقتك مع ذاتك ومع الآخرين، ولأنه هذا البرنامج أنشئ على القاعدة الذهبية اللي بتقول نوعية علاقاتنا بتحدد نوعية حياتنا ومدى سعادتنا. فعلى سبيل المثال، بينت دراسة أجريت بجامعة هارفارد على مدى أكثر من 75 سنة وشملت أكثر من 700 شخص، إنه السبب الرئيسي لصحة هالأشخاص وحالتهم الجيدة وسعادتهم هو الرضا عن علاقاتهم، أي نوع محدد من العلاقات كان. فيكي تحضري فيديو بيلخص هاي الدراسة بالرابط الموجود بالملحق. لهذا السبب رح نطرح أربع نقاط رئيسية أو أربع أنواع من العلاقات من الضروري العمل عليها للوصول للرضا عن ذاتك وللمقدرة على تحقيق كل أحلامك وطموحاتك. وتذكري ما تسمحي لأي شخص إنه يقول ما فيكي. هالعلاقات الأربعة اللي رح نكون عم نحكي عنهم خلال هالبرنامج بينقسموا على الشكل التالي. أولاً، العلاقة مع الذات، والتركيز رح يكون على مفهوم الذات والصورة الذاتية. ثانياً، العلاقات والقيادة الذاتية من خلال التعلم الدائم في الحياة المهنية. ثالثاً، العلاقات العاطفية والقابلية للزواج والحق بالصحة الإنجابية والعلاقات الحميمة. رابعاً، العلاقة مع الجماعة الأوسع من خلال التشبيك والمناصرة. إذن برنامجنا بيتمحور حول التنمية الشخصية، برنامجنا عنك أنت كشخص وكامرأة قادرة تساهمي بشكل كامل بالمجتمع. رح نحكي عن أحلامك وإمكانية تحقيقها من خلال التواصل الكامل مع نفسك ومع الآخرين، ونترافق سوا بمشوار فكري وعلائقي، ونتشارك بأسئلة مثل: هل بتقبلي وبتحبي نفسك بهويتك الكاملة؟ هل بتشعري أنك أقرب أنك تكوني ضحية بالحياة أو بالأحرى قائدة إلها؟ كيف توصف في شعورك حول كونك امرأة؟ وكيف بتأثر الإعاقة على صورتك الذاتية؟ هل بتشعري بأنوثتك وما بتخجلي فيها؟ هل أنت مدركة لنقاط قوتك وبتبني عليها؟ وهل بتشعري أنه عندك دور ورسالة بقلب المجتمع؟ هالأسئلة حتساعدنا لنوصل لنوعية علاقة مع الآخر، سواء كان شريك بالحياة أو زميل، ولنوسع الدائرة لنوصل للعلاقة مع العائلة والمجتمع. رح ندخل سوا بهالمغامرة برفقة ثلاث نساء ذوات إعاقة، رح نسمع قصصهم، نتعلم من معاناتهم، ونتماهى مع ظروفهم وتحدياتهم لنوصل الانتصار المبني على نجاح العلاقات بكل أشكالها. هالنساء هن: سارة عايشة بمنطقة ريفية بلبنان، صار عندها شلل أطفال بعمر السنتين وهلأ بتبلغ من العمر 20 سنة. ظروفها وقفت بسبيل تحقيق أحلامها، وشعارها الحياة مش عادلة. دينا من مصر
تبلغ من العمر 25 سنة. دينا فقدت نظرها تدريجياً وصار عندها كفف كلي بعمر 18 سنة، ولكنها ما زالت عم تكافح لتحقيق أحلامها وشعارها بالحياة يا ريت بترجع الأيام الحلوة. أمل 30 سنة من تونس، عندها ضعف بالسمع، ناشطة اجتماعية، مرحة وملتزمة بمجال حقوق المرأة وشعارها بالحياة أعطونا حقنا بالوجود. قصص سارة، دينا وأمل هي مزيج من معاناة، تحدي وأمل، وتباعاً رح ندخل أكثر بتفاصيل حياتهم، واللي بيجمعهم هو نقطة واحدة، رغبتهم بالحياة ورغبتهم بتنمية طاقة الحياة الموجودة داخلهم. هيدي الطاقة يلي بتدير علاقاتنا وبتحدد اتجاههم ونجاحهم أو فشلهم. فكيف منعرف هيدي الطاقة؟ لاكتشاف عالم جديد من الطاقات الموجودة بداخلك والقادرة على عمل تغيير كبير، تابع هالموك وكوني أكيد إنه حياتك رح تتغير بطريقة أو بأخرى. وبالآخر بكرر، أربع محاور أساسية رح يتمحور حول هالموك: العلاقة بالذات، العلاقة ببعد التعليمي والمهني، العلاقة الحميمية أو العاطفية، والعلاقة مع المجتمع. وقبل ما نختم أول فقرة وندخل بهالمغامرة سوا، لازم تعرف إنه هدفنا بهالبرنامج هو فتح شباك أو باب لكل امرأة فيكن لتقدر تاخد القرار، قرار التغيير، تغيير نحو امرأة مليانة طاقة وحياة متمكنة ومؤثرة. وهيك منكون صرنا جاهزين للانطلاق.